بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب هل فعلا الشيخ محمد سعيد رسلان، يعني انا سمعت كلام، هل هو كان من تابعين امن الدوله؟ لا 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 أصلاً. لا يا ابني، هو راجل اهل علم وراجل فاضل وله منهجه، وهو على منهج متين، لكن يخالفنا في امور ونحن نخالفه فيها، لكن الرجل ندين الله انه من اهل الاخره، ليس له صله بالدنيا من قريب ولا من بعيد، لكن ناخذ عليه بعض الشيء انه يجلس في الكهف ثم يفتي، لم يرى واقعا بصوره ويخالف، وهو شديد حديد في الرد على المخالف، لكن ندين الله انه اهل علم له عليه، لكن ليس متصلا بأمن الدولة، لكن ندين الله أنه أهل علم له عليه، لكن ليس متصلا بأمن الدولة، إنما ممن يقولون بعدم الخروج على الحاكم وبي وبي أمور، فإذا أخذ أمن الدولة تلميذا من تلاميذه يخرجونه، فبعض الإخوة يقول أنه دول تبع أمن الدولة، إنما ندين الله رجل له علم، فبعض الإخوة يقول أنه دول تبع أمن الدولة، إنما ندين الله رجل له علم وله دين وخلق له وعليه، اختلف معنا وكان شديدا في الاختلاف، لكن لا نسيء الظن بالرجل إلى أن نقول أنه كان موصولا بأمن الدولة، لكن لا نسيء الظن بالرجل إلى أن نقول أنه كان موصولا بأمن الدولة. زاد أنه الدعوة بتاعت أنه ده عالم أمن دولة أو رجل أمن دولة، دي دعوة تقريبا اتقالت على الجميع ومحدش يملك دليل عليها، ودي لعل امن الدولة اللي بيعملها نفسها صحيح. انا رد على الدكتور سعيد اصلان، قلت له ارد على مين؟ مين اللي يرد على الدكتور سعيد اصلان؟ انا اللي ارد على الدكتور سعيد اصلان. دكتور محمد سعيد اصلان ده زاهد وامام وعلامة وورع، لا بالعكس، ده انا بفكر باذن الله ان انا ازوره قريبا وتدرس معاه كثيرا في علوم الحديث. بالعكس ده شفت لما بقول لك ذاكر سنة علمية، بس انما في ناس انا زكيتها، اللهم اني ابرا اليك من تزكيتهم، بس نبقى نروح لنا وفضلتك باذن الله. الناس دي شوف السبعينات، من السبعينات هم قاعدين يشتغلوا تصنيف ودعوه وطلب علم وما الى ذلك، وهناك ناس كثر يعني لا يعلمون، وهم يعني نعالهم ينبغي ان يتقرب الى الله وضيع على الرؤوس، لا يعلمون. يعني الشيخ احمد ابو العينين مش حد يعرفه، قليل من الناس يعرفونه. الشيخ محمد سعيد رسلان كثير جدا من الناس لا يعرفونه، ونزلت ناس افاضل. بالنسبة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان، هو من الدعاة السلفيين الأفاضل، وهو رجل نحسبه من الصالحين. يعني بعض الناس تستغرب لما أعبر عن احترامي وحبي له أو لغيره، مع أني أختلف معه أحيانا، إيه المشكلة؟ فكما يقولون في الرأي تطغن العقول وليس تطغن الصدور، فالاختلاف الفقهي أو في قضية علمية لا يعني أن تتنفر القلوب، كما قال الشافعي لإمام اختلف معه أخذ بيده وقال له: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ يعني موضوع الأخوة ليس له علاقة بالاختلاف العلمي المنضبط. فهذا الرجل أنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبه، أني أحسبه خيرا وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى منه، كذلك أحترمه لعلمه وأدبه وورعه وزهده، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، وهو أديب أريب ذكي المعي وخطيب مفوه، له بصمته المميزة في أسلوب خطابته، وهو من جنود وحراس لغة القرآن الغيورين على اللغة العربية، ولكلامه مذاق متميز ينم عن امتلاك ناصية البلاغة والبيان. الدكتور سعيد رسلان هو طبيب بشري بجانب أنه معاه دكتوراه في علم الحديث، فهو رجل على علم وخير كبير إن شاء الله تعالى، لكن كما قلت لا يمنع وجود اختلاف، هذا شيء ظاهرة صحية في الحقيقة، لأن الخلاف العلمي يثري القضايا، لكن الجرح طبعا لازم يشال منه الصديق قبل أن يخاط، كما نقول يعني الاختلاف حدث
وسيحدث وحدث مع من هو أفضل منا بمراحل، لكن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. الأحوال يعني أنا لست حديث عهد هذا الرجل الفاضل، وأنا أستصحب له مواقف لا تنسى، أقربها مواقف متميزة جدا، أقربها موقفه من فتنة حسن نصر زعيم الحزب الرافضي الخبيث، وكان من القلائل الذين بيّنوا الحق وكانوا على بصيرة من فتنة هذا يعني الرجل. كما أني أتقدم بخالص الاعتذار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان لانسياق في إطار التطاول على شخصه الكريم دون تفكير أو تدبر مني، فأعتذر له ولعلمه ولسنه ولشخصه الكريم، وأؤكد أن ذلك لا يعني بالضرورة اتفاقي مع فضيلته في رؤيته السياسية. وأطالب كل أخ وضع ملفا على الإنترنت يحمل عنوانا هجوميا مني على فضيلة الشيخ رسلان، أطالبه أن يتقي الله في ذلك وأن يحذف الملفات حذفا نهائيا تأليفا للقلوب ورأبا للصدر. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.